ونتكلم على طول عن ماتش امبارح، لان امبارح الواحد قبل المباراه طبعا يعني كنا متوقعين بعض الامور، وشفنا اكيد وحضراتكم تابعتوا الاستوديوهات التحليليه المختلفه، الناس كلها كانت بتتكلم مباراه الاهلي مع الجونه. دايما انت بتيجي تلعب باي مباراه بتبص على المنافس اللي قدامك، طب المنافس اللي قدامي بلغه الارقام واصل لفين؟ المنافس اللي قدامي يعني هل هو 50-50 ولا انا في حته اعلى شويه ولا ايه؟ ده الناس كلها بتقول لك يعني مهم ان انت تبقى عارفه قبل اي مباراه، اي مدير فني بيبقى عارف القصص دي وبيبقى دارسها وبيبقى عارف قوه المنافس ونقاط القوه والضعف والكلام ده كله عشان يقدر ان هو حتى يضع الخطه بتاعته لسير المباراه، وكمان فكره هنا اللعيبه والتشكيل والتبديلات والحاجات اللي زي كده. طيب لما جينا اتكلمنا او جينا سمعنا قبل المباراه كنا او الكلام كله كان في اتجاه ان لا الماتش مش صعب، نحترم برضو المنافسين زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي، لكن المباراه مش هتكون صعبه. امبارح خليني اقول احنا تصدرنا جدول ترتيب الدوري بعد طبعا التعادل مع الجونه، لكن الماتش في المجمل كان ماتش قوي جدا. طب ليه بنقول على ماتش قوي؟ بنقول على ماتش قوي لما بيبقى فيه نديه في اللعب. وبصراحه خلينا برضو نتكلم واحنا متعودين مع حضراتكم على النقطه دي، هنا كابتن علي عبد العال مدرب الجونه بيلعب بشكل كان دفاعي يعني بحت، هو وده العادي بتاعه برضو ما عياش حاجه فاجئتنا، لكن فكره ان انت تلاعب فرقه بتلعب بشكل دفاعي بحت برضو ده بيخليك الى حد ما متقيد في اللعب، يعني بتعتمد يمكن على الهجمات المرتده فقط، بيبقى قافلك اللعب، وده اللي يمكن ظهر كان في الشوط الاول بشكل كبير جدا. الاهلي متصدر جدول المسابقه ب 13 نقطه من اربع مباريات، الحمد لله نقدر نقول فوز وتعادل وحيد، ولسه طبعا لينا مباراه مؤجله، لكن احداث المباراه بالامس تاني هرجع اقول كانت مثيره جدا وحافله كمان بالنديه والمحاولات الهجوميه اللي احنا شفناها، ولكن للاسف الشديد انت ما وصلتش للنقطه اللي انت عايزها ان انت تحرز هدف. يعني الفينال بتاعنا اللي احنا قلنا عليه يمكن من المشاكل اللي كانت بتواجه النادي الاهلي الموسم اللي فات، هو الفينال بتاعك انا بلعب لعب كويس لكن الفينال بتاعي بيبقى فيه مشكله، ده اللي احنا شفناه برده بالامس. نتمنى بقى اللي جاي ما يكونش كده، بس على كل حال خليني في المباراه بتاعت امبارح تحديدا. فكره كمان ان انت لما بتضيع بعض الكرات او بتضيع بعض الاجوال اللي هي بتبقى محسومه برضه ده بيبقى عليه علامه استفهام، والجماهير بتبقى زعلانه. يعني امبارح يمكن المباراه على مش الاستاد بتاعك على استاد الجونه، لكن انت كان الجماهير بتاعتك يعني يمكن هي اللي ماليه الاستاد، يعني جماهير النادي الاهلي اكيد ما فيش مقارنه بقى هنا، معلش اسمحوا لي يعني لما تيجي تتكلم عن المنافس اوكي المنافس انا بحترمه، لكن جماهير النادي الاهلي قصه ثانيه، ما حدش يقدر فيها بقى ايه جامل، يعني مش هنقدر نطلع نجامل بصراحه او نجمل الكلام يعني. فهرجع تاني للفنيات شويه في قصه برضو ان انت بتلاعب الجونه، منافس بعيد قوي عنك، منافس بعيد قوي عنك بكل المقاييس بلغه الارقام والفنيات والتاريخ والجماهير وكل حاجه، لكن انت امبارح برضو بتلاعب فريق يمكن كان عنده تقريبا اربع او خمس لعيبه اول مره اصلا يشاركوا في الدوري الممتاز، فدي نقطه. الناس اللي قالت لك طب واحنا على الصعيد الثاني يا جماعه ما النادي الاهلي هو ليه التشكيل كان عامل كده والشوط الاول كان وحش عشان كولر، بعد كده التبديلات اللي عملها هي اللي خلت الشوط الثاني يظبط شويه، انا النقطه دي بقى عايز اقف عندها شويه لان انا ما بتعجبنيش بصراحه قصه ان احنا بننظر على المدير الفني، عندي عليه علامه استفهام. على فكره انا تابعت امبارح، انا رجعت من السفر امبارح بالليل بس ما حبيتش انام غير لما اشوف يعني الاستوديوهات التحليليه المختلفه لبعض الزملاء طبعا واللي بيسبقونا بخبرات كبيره جدا، واللي كان كتير منه بنسبه 90% عندهم نقد للنادي الاهلي بشكل كبير جدا وتحديدا لكولر. يعني 90% امبارح بيتكلموا عن هو ليه كولر بيلعب بالتشكيل ده، هو ليه كولر ما بيثبتش تشكيل، هو ليه كولر ابتدى باللعيبه دي فالشوط الاول ما كانش حلو، لما ابتدى يعمل التبديلات في الشوط الثاني ابتدت الحياه ترجع شويه، ابتدى النادي الاهلي يسيطر شويه يظهر شويه وغيره. انا بشوف ان الكلام ده مش سليم تماما. اولا لما انت تيجي تنظر على مدير فني انا ما بشوفهاش في العالم كله بالشكل اللي عندنا، او ممكن يبقى موجود بس مش بالشكل اللي عندنا. هو مدير فني على فكره بيجي يقبض عشان يعمل ده، فلما اجي بقى انا كمحلل كلاعب سابق كجماهير كاعلامي اقعد انظر واقول هو ليه عمل كده، ما اكيد هو ليه رؤيه في كده، الراجل عايز يجرب اللعيبه كلها، الراجل عايز يدي فرصه للعيبه كلها علشان بعد كده لو حصل اي حاجه زي ما احنا قلنا يبقى عندك سكواد واتنين نفس القوه، لكن انا اعتمد على سكواد واحد واقول اصل انا هو ده السكواد اللي بكسب بيه ده مش صح. فالراجل عنده نظريه معينه، اوكي ما نجحتش مثلا في الشوط الاول بشكل كبير، تاني هرجع اقول ان جونا بيلعب بشكل يعني دفاعي بحت ما ادكش اصلا مساحه ان انت تلعب، ولكن في نفس الوقت برضو كان مهم ان يحصل هذا التدوير، ده مهم جدا. طب جيت انت في الشوط الثاني مع التبديلات بقيت افضل شويتين ثلاثه،
كويس، بس برضه ما كنتش بالمشهد الرائع امبارح. كل الناس بتتكلم عن ان الجونه كان اكثر من رائع، ما حدش اتكلم عن ان الاهلي ظهر بالمشهد اللي احنا نعرفه. على كل حال انا مش هطلع اجمل، وحضراتكم عارفين انا ما بحبش ان انا يعني اقول كلام مش مقتنع بيه. عمري في حياتي من ساعه ما اشتغلت في الاعلام ما طلعت قلت كلام انا مش مقتنع بيه. فامبارح الاهلي ما كانش الافضل طبعا، امبارح الجونه كان هو الافضل، ولكن برضو ده مش معناه ان انا اجي اقول لا كولر مش نافع، لا اللعيبه دي مش نافعه، لا السكواد ده مش نافع. الكلام ده برضو شفناه امبارح، لا يعني حتى يبقى فيه شويه منطقيه وانا بنتقد، هي دي النقطه اللي لازم نركز عليها شويه، منطقيه في النقد. احنا امبارح على فكره بالمناسبه وصلنا ان احنا برضو وصلنا للجول، لكن في كتير جدا كرات كانت في العارضه، يعني تسديده قويه جدا لكريم فؤاد، انا مش عايز انسى هي جت في العارضه. طب بس اللعب كله كان حلو، برضو امام عاشور كان ليه عده محاولات حضراتكم اكيد شفتوا. فعلى كل حال الحلو في اللقاء، خليني ارجع اقول هنا بقى ودي النقطه المهمه، تسجيل مودست، لان احنا قلنا الكلام ده قبل كده، فكره تسديد مودست ليه هدف الاهلي، وده تاني هدف ليه كمان مع الفريق في المجمل، واستمراريه كمان هنا مودست في الملعب اعتقد هتخليه يرجع تاني او يبقى فيه حس تهديفي عنده كبير. ومهم جدا ان هو كان يشارك مره واثنين وثلاثه، وهرجع اقول تاني والكلام ده موجود على يوتيوب طبعا في حلقات سابقه، الناس اللي كانت بتشكك في الصفقه الخاصه بمودست تحديدا، حال كل يعني الصفقات اللي انا برده ببقى مش فاهمه ليه كل صفقه للنادي الاهلي، او مش هقول كل صفقة، معظم الصفقات للنادي الاهلي لازم يطلع حد يشكك فيها. على كل حال مودست، وقلنا الكلام ده مودست طالما النادي الاهلي اختاره، وكان في اكيد يعني ناس بتذاكر هذا الرجل وبتشوف قد ايه امكانياته تسمح ان هو ينضم للنادي الاهلي. قلنا على فكره الراجل ده كويس جدا، اللاعب ده كويس جدا، بس مش معقول اول ما هيجي وده جاي من دوري تاني خالص، دوري مختلف تماما، قاره تانيه خالص. فالقصه كلها ان لازم بيحتاج وقت علشان يتاقلم مع اللعب بتاعنا، لان احنا اللعب بتاعنا برده مختلف، الكره المصريه والكره العربيه والكره الافريقيه تماما مختلفه.